متابعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه المقابلة النهائية أو الفصل الأول من المقابلة النهائية اللي غتجمع بين الوداد البيضاوي والأهلي المصري في القاهرة يوم الأحد 4 يونيو. أشني حدوث تاع الوداد من أجل يعني خطف ولو فوز صغير من القاهرة؟ واش الوداد قادرة على أنها تضيف لقب آخر في الخزينة ديالها هو لقب عصبة الأبطال الإفريقية، علما أن الوداد البيضاوي فازت بعصبة الأبطال الإفريقية السنة الماضية؟ من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السياسي الحجي، إعلامي رياضي ومهتم بالشأن الكروي على الصعيد الوطني. السياسي مرحبا بك. ويبارك فيك سي أحمد بوسة، وشكرا على الاستضافة عندكم هنا في أنفاس. شكرا. السياسي، الوداد المرة الثانية تيتلاقاو في مع الأهلي في نهائي كأس عصبة الأبطال، هذيك العام فازوا به، هذا العام كاينة شي فرصة تاع الوداد، خاصة أن يعني المباراة أو المناسبة اختلفت، خطرة كان نهائي فاصل، دابا الآن كاين ألي وروتور. هي المرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة في هاد العشر سنين الأخيرة. كما كنقولوا العام اللي فات كانت مقابلة واحدة بالدار البيضاء، هي مقابلة نهائية. تمكن الوداد انه يفوز فيها بجوج صفر. قبل منها حتى هي كانت مقابله اللي كما كنتذكروا كانت مقابله الذهاب في القاهره بحال الان، ومن بعد كانت مقابله الاياب كان التعادل اللي هي واحد لواحد، وكان انتصار هنا بهدف مقابل لا شيء. يعني كما كنقولوا بان الوداد كما يتبعو التاريخ ان في النهايه دائما يتفوق الاهلي المصري. واش الوداد ولات عندها ثقافه الالقاب الافريقيه، خاصه كما قلت هذه العشر سنوات الاخيره ولينا تنشوف الوداد يعني عاده يعني تنشوف الوداد في مرحله النصف النهائي الى النهائي. هو الشيء العادي من بعد ما تبدل النظام ديال الشامبيونز ليغ هو ان نشوفوا الفرق ديال شمال افريقيا، زاد الفرق كنشوفوا الفرق من جنوب افريقيا هما، يعني سواء كنلقاو من تنزانيا ولا جنوب افريقيا مع سان داونز ولا كايزر شيفز ولا يونغ افريكانز مثلا اللي كتلعب، ولا فريق ديال شمال افريقيا كنلقاو في النهايات ونصف النهائي. هذا شيء عادي، وشيء عادي ان فريق مغربي انه يكون دائما في الرياضه، ولا كنقولوا فرق مغربي خاصه. باش نقولوا شيء عادي يعني الامر تيتعلق غير بالوداد، يعني الوداد هذه العشر سنوات اللي كان دائما كاين في الحضور. هي الوداد اللي كاين كما كنقولوا كاين دائما التوالي، كاين استمراريه، كاين كيكون واحد الاستقرار اداري ما يمكن منه الا ينتج عليه واحد الاستقرار تقني. ربما الاستقرار التقني ما كتشوفوش في الوداد كما كيبغيو مثلا هذا العام. اربعه المدربين ممكن نقولوا حتى خمسه الا ضفنا موتى. الا ضفنا العبيشه ممكن نضيفوا حتى خمسه، ولكن كنشوفوا بان غيوصل الثقافه. هو ثقافه العام ما بين العام اللي فات وهذا العام كان واحد المنظومه الاداريه اللي حافظت على ركائز الفريق. ربما ما كنشوفوش بان في الاونيو، ولكن كيعرفوا جاو الماتشات ديالهم وكيعرفوا يلعبوهم. يعني هذه اللي قلت انا بان ثقافه تاع الحضور في كاس عصبه الابطال الافريقي، نقدر ما عنديش واحد المستوى كبير يعني على مستوى الاداء، ولكن كما كان الحال انني حاضر مع الكبار تاع افريقيا. هذا كنشوفوا حتى مع مثلا في اوروبا، كتشوفوا مع ريال مدريد. ريال مدريد كان ربما يكونوا كيديو تشامبيونز ليغ ما كيكونوش في التوب نيفو ديالهم. هادشي حاليا واقعين مع الوداد، سواء مع الوداد ولا مع الاهلي المصري، لان حتى الاهلي المصري سواء كتكون تيس النصف ولا كتكون في النهائي ربما قبل النصف. تنقولوا ماشي في الطوب دابا الوداد، هضرنا على اللوكا تاع الوداد ماشي في الطوب، ولكن راه هي في الثاني في البطوله، باقا في مسابقه كاس العرش، باقا يعني كاس العرب تينتظرها الان، الكاس عصبه الابطال في النهائي. مع تواجد فرق واحد، الفرق الوحيد هو ان الوداد لم يفوز لحد الان باي لقب، في الوقت اللي الاهلي المصري فاز بعدد من الالقاب، فاز بالسوبر المصري، فاز بالكاس المصريه، تقريبا يعني 90% ضامن البطوله المصريه لهذ السنه، تجاوز الدور الاول في كاس العالم، مع ان الوداد خرجت من الدور الاول ديال كاس العالم، باقا ما داش كاس العرش حتى نص النهايه. عندها البطولة مازال ملعوبة، يعني الوداد مازال محتفظ، ولكن باقا حاضر في كل شيء، هو الحضور كاين ولكن الألقاب ما كاينينش. هذا اللي كيعكس مثلا اللي كنا نتكلموا على الأهلي المصري السنة الماضية، ربما حتى هو كان في أسوأ حالته. وهذا الأهلي المصري في السنة الماضية، ولكن مع ذلك تيكون حاضر، لعب معك نهاية كأس إفريقيا، هذا ما كيتخالطش في المعيار. المعيار الوحيد هو الملعب، لانك المعيار لانك تكون بان الفريق قوي، بان الفريق هذه العام اللي فات ربما الوداد كان افضل بكثير من الاهلي المصري الاهلي المصري السنه الماضيه، كاين هذا الموسم الاهلي المصري
حتى هو بالخبره ديالو بجميع اللي خلى الوداد الان انها تالق ويكون عندها نهايه جيده هو المقابله الاياب التي قامت بها مع فريق سان داونز. انا فريق سان داونز كما شفنا ربح اليوم 3-0 ربح اليوم 5-0. بس تشوفوا ان المباريات يعني تختلف ما بين سان داونز وما بين الاهلي. سان داونز يعني عنده ذاك اللاعب الاستعراضي ذاك اللاعب اللي الفرجاوي، الاهلي المصري عنده ذاك اللاعب الواقعي اللاعب انني نربح. لا ربما الاكثر هو اللاعب الشمال الافريقي اللي كنقولوا بان سان داونز لعب مع كره القدم كره القدم الشمال الافريقيه لا نلعب كره القدم فقط بمقومات الملعب للعب خارج الملعب. لا لاحظنا الان ان الاعلام المصري قبل من المقابلات اللي ملعوبين انهم مدين واحد الهاله كبيره على مقابله الذهاب ديالهم انهم يحاولوا يحسموا المقابله النهائيه في القاهره. وهذا المعطى اللي ما كانش ربما في جميع الكؤوس الافريقيه اللي دارت حاليا لمده 15-20 سنة الاخيره. ان كما كان واخا كان النظام ذهبي ولكن تحسن مقابله مقابله الاياب وليس مقابله الذهاب. هذا اللي خاص اللاعبين تاع الوداد يكونوا واعيين به، خاص اللاعبين تاع الوداد يكونوا حاطين رجليهم للارض يلعبوا بواقعيه جدا واقعيه جدا، خصوصا ما يتسنطوش على المصري كثير كما كنشوفوا بان مثلا كانوا كيتكلموا على حيمود بان اللاعب باغي يجيبو كذا كذا كذا. حيمود الان في الوداد ماشي هو يلاه لعب واحد ثلاثه ولا اربع مقابلات، يعني ماشي كان متعلق مقابله اياب ديال سان داونز هذا طبيعي طبيعي لعب مازال صغير مازال يعطي هو حاليا مازال غير مؤكد انه غيلعب في المقابله لانه اللاعب مصاب. يعني كنجيو نتكلموا عليه ولكن في نفس الوقت خصنا نتكلموا على التوابيت ديال الفريق سواء جبران عطيه الله الحسوني الان سامبو مع التالق ديال زولا زائد ابو الفتح في المحور والتالق الكبير اللي لاحظناه كاملين ديال الحارس مطيع. الحارس مطيع شغلت ربما دارت النافعه بالنسبه للحارس مطيع يعني دارت النافعه، ولكن حجم الوداد لابد يكون عنده حارسين ولا ثلاثه الحراس من القائمه اللي لاحظنا. ولكن دابا واش بقى يعني المكان تاع التكناوتي مع فريق الوداد؟ بحال مازالت مكان التكناوتي من اللاعب تاعنا ديال الوداد خاصه دائما تبقى المكانه ديالو. حارس اول ماشي حارس اول هذاك كيرجع المدرب ما كيرجعش شي حد اخر، لان التالق مثلا التالق ديال هاد الايام ديال بونو بونو ما لعبش بطوله ملي جا المدرب جديد يعني ثلاث شهور الاخر ما لعبش بطوله، ولكن كان مؤكد انه كيلعب مقابلات اوروبا ليغ. كان بطلا وسيبقى بطلا لانه لعب دوك مقابلات اللي هما الوحيدين اللي ادوا اللقاء في الوقت اللي كانت المقابله الاخرين كانوا من اجل حفظ ماء وجه اشبيليا انها ما تسقطش في بدايه السنه، وفي الاخر من اجل حفظ مكانتها وخذا واحد رتبه وسط الترتيب والان غادي يلعبوا عصبه الابطال. هذا كيبان لك بان اي حارس عنده مكانته يعني سواء التكناوتي او موطئ ربما تجي عروض للتكناوتي او تجي عروض للموطئ، وهذه اللي ممكن تشوفها اداره الوداد من بعد نهايه الموسم اللي مع الوداد ما غتكونش نهايه الموسم في التوقيت ديالو العادي تاع 30 جوان. النهائي ما بين الوداد البيضاوي والاهلي المصري تفكرك مع الحارس موطئ تفكرك يعني الحارس بنايه بونو مع الترجيل من كانت الاصابه ديال نادي المياغري لا ما كتفكرنيش ربما شي واحدين يقولوا سميتو، ولكن بونو كان اصغر سنين بكثير من مطيع. مطيع هو حارس مجرب حارس اللي مدي كاس العرش حارس يلعب في شباب محمديه في دام موسمين جيدين مع شباب محمديه كان غيجي للوداد اعوام هذه قبل الوقيت اللي كان غيجي التكناوتي كان غيجي حتى مطيع لانه ملي كان مع الطاس يعني حارس تجربه حارس مجرب حارس لعب في جميع الاقسام لعب في الهوات لعب في القسم الوطني الثاني لعب في النخبه يعني مطيع ما يمكنش شي واحد هو مطيع من جال الوداد كان كيتسنى الفرصه ماشي كان كيتسنى بان حارس ثاني كان كيتسنى الفرصه لان التكناوتي متعلق ما يمكنش يحيد شد في الفرصه ديالو وجا النادي كبير صبر ملي جاتو الفرصه بين بانه حارس هو كبير حتى هو عنده المكانه ديالو داخل الوداد. بالنسبه للشيء اللي تتعيشوا الوداد البعض تيقول بان غير يعني سحابه وان فتره مع سعيد النصيري واستمراريه تاع الفريق واش تبقى استمراريه الفريق في مع يعني واحد النهار سعيد النصيري ما يبقاش دائما في الوداد واش غادي يبقى الوداد بهذه القوه وبهذا الحضور مع واحد النهار غادي يمشي من قال سعيد النصيري لن يبقى في الوداد؟ هو واهب لان ماشي قضية سعيد النصيري الرجل وسعيد النصيري لو واش نهضروا على مؤسسه سنهضروا على هيكله سنهضروا على الوداد ولا سنهضروا على رجل وصف. شوف هو هو رجل له من العيوب الكثيره وقصدناها ولكن مع الواقعيه المغربيه وما عشناه كنلقاو بان رجل سنه على سنه كياخذ واحد الخبره ربما هذا ولكن واش غيبقى دائما؟ هذا هو مثلا نهضروا على المؤسسه ممكن في اطار الشركات ممكن في اطار الهيكله دابا اللي حاليا دابا كما شفنا الوداد دات واحد لابيل دوفر ديال اجل الهيكله حتى الناس كتشوف على الهيكله يبقاو كيدويو لان كتشوفوا بان الانديه المهيكله في المغرب عندها واحد الموارد الماليه اللي ضخمه
لا لا كلدو على الفتح الرياضي هو الفريق الوحيد المهيكل، ولكن عنده موارد ذاتيه وهيكليه وموارد استشاريه اكبر بكثير مما يوجد عند انديه الوداد والرجاء اللي هما القاطره ديال كره القدم المغربيه. ومن زمان كاين اراده سياسيه، كاين الناس رجال الدوله داخل الفريق اللي مخلينه فواحد ستابيليزاسيون، ولكن جماهيري اللي انعكسوا ذلك. هنا كنجيو الانديه الجماهيريه القويه مثلا الوداد، نجي كنشوف بان جا واحد الرجل كسعيد الناصري، جاب واحد لي طون، جاب واحد الاموال، جاب بزاف د الحوايج، ولكن دار بزاف د الاخطاء اللي سميتو اللي غطى على هاد الاخطاء هما الالقاب، هما النتائج والالقاب. حاليا من السنه الماضيه من الوداد تمنعات من تمنعات من الانتدابات في النص الثاني من داك سميتو، حاول انه يصفي معظم هذا القانون القانون يفصل. كان جري حتى فهاد القضيه تاع الانتدابات واحد الوقت اللي قال لهم يعني 10 لا للانتدابات، هذه حتى هي موقف اللي هو ماشي قال لا للانتدابات ولا هو قال لا للعقود من اجل التعاقدات. التعاقدات وكما دارت الانتدابات، لا دار مثلا هذا العام دار التعاقدات بالمردوديه مثلا كنشوفوا مثلا بن عياده من جا كيلعب معنا مقابلات وهو لاعب مزيان وكل شيء، ولكن عنده الاصابات، عنده الاصابات يعني الوداد في كعرق المردوديه ما تكونش المردوديه. وكذلك البعض اللاعبين اللي بالك بانه في الفصل الثاني من البطوله مشاو، لانه بصريح العباره اللاعب اللي غادي يجي يتوقع مع الوداد بدون عقد مردوديه وما يكونش داخل الملعب كيشكل عبء على الوداد. يعني كان عندنا كما كنقول البوندوتوش ديال الوداد غلا من اللعابه اللي كيلعبوا داخل سميتو، مشيت البوندوتوش الناس اللي كاين في التدريب كانوا غلا، هذا ما بقاش كيدار. في نفس الوقت التعاقدات مع المدربين كانت محسوبه، لان ما كنشوف بان المدرب مشى، كان هذه كانت مشكله الوداد، المدرب مشى بسبب ان غادي يمشي يتابعوا من بعد على الطاس ولا شي حاجه، كان اللي مشى بسلامه بسلامه من غير ان عمو حتى الخطا اللي كان الذهاب ديالو لقطر، كان من بعد جا النفطي ما كملش مشى عادي، غاريدو ما كملش حتى العقد مع سفين. جبتي غاريدو، واش كان يعني قرار صائب غاريدو مأهلك للدومي فينال، غاريدو مأهلك عاوتاني لكأس العرش في البطولة راه باقي تينافس، مشى غاريدو، علاش مشى غاريدو؟ بأي أسلوب لعب غاريدو؟ غاريدو لو كان مع الوداد الآن ربما ما يلعبش النهاية وربما ما يلعبش النصف، لأن غاريدو الوقت اللي جا كانت الوداد في واحد النيفو اللي مع النفطي كان في سيغتان نيفو، جا دار أن بو ماتش واحد من بعد. كاين مشكل الفيستير ديال غاريدو، غاريدو واحد السيد كما كنقول في العالم كامل كيجيب ساكو، ما كيجيب معاه لا ستاف لا والو، ما تيبغيش هو اصلا ستاف، ما كيجيب ستاف، كيجيب ساكو، كيجيب وحده، كيجيب فيكو، كيجيب غير ياكد داك سميتو. ولكن في فريق بحجم الوداد وباستحقاقات تبع الوداد ما يمكنش انك تجي تهز لي بيلي ديال الفرقه تحطهم في البوندوتوش وانت كتلعب على بطولات، لا يمكن. في نفس الوقت ما يكونش عندك صراع مع اكثر من جبهه داخل الفريق، يعني قدك خلق الصراعات ولا سميتو، واللي خلى غاريدو انه اما تكتيكيا داخل الملعب سميتو ما كيشوف التغييرات ولا شي حاجه، ما غير مفهومين. وبعض اللاعبين اللي كانوا مؤكد ان غاريدو غيلعبهم بواحد المنظومه، كيبان لك بان الناس كيجاوبوا عليهم لان كيلعبوا فواحد المنظومه اللي ماشي ديالهم، ماشي اسلوب لعب الوداد. اسلوب لعب الوداد هو اسلوب واضح باين، واسلوب ديال اللاعب مباشر، هو اسلوب ديال الدفاع بتكتل، واسلوب ديال القتاليه وديك روح العائله، واسلوب ديال ان ما كيكون مثلا نعطيو ان سامبو مع غاريدو كان لاعب عادي، المهاجم لا يسجل حتى مع النفطي، مهاجم لا يسجل مع غاريدو شويه ماركا، لان تو سامبلومون كانوا الكواري كيوصلوا للكاري ديال الوداد. دابا كيبان لك بان المنظومه ديال الوداد من جا سفين ما نقولش بان سفين بدل، ولكن غيبدل نفسيا، لان ديجا لاعيبه الوداد عندهم ان سيستيم دو جو كيلعبوا عليه كيخدموا عليه. وفي نفس الوقت حتى الناصري في المساعد ديال سفين انه جاب بن هاشم ولا هو مدرب نخبه ومدرب الفريق الاول، انها تكون واحد التوليفه اللي اللعابه يسمعوا ليهم واللعابه اللي سميتو. وهذا الوقت كما كنقولوا بان المدرب بقى المدرب ديال عطي لوضع للعاب، والمدرب كيتصاحب مع اللعاب، يعني كيخدم معاه البسيشيك باش يابليكي اي حاجه كاينه التاكتيك اللي دربوا عليها من قبل. هنا كنلقاو بان خصوصا وصلنا الثلث الاخير من كل شيء، ربما المقابله الاخيره بقى بعض الماتشات في البطوله. اشني الاخطاء اللي خصها ترتكب؟ حنا مقبلين على مباراه النهايه في يعني مرحله الذهاب، اشني الاخطاء اللي خصها تتفادى الوداد البيضاوي في مواجهه الاهلي المصري يوم الاحد؟ ربما كاين شيء هو انهم استفزاز، انهم ما يستفزوش الاهلي المصري داخل الملعب، انهم لعبوا مقابله عادية جدا الوداد، والملف انه يلعب مقابلة عادية جدا يلعبوها بواحد التركيز كبير، انه ما يمشيش لهم التركيز بأي حاجة. ربما السنة الماضية لعبنا بعشرة مقابلة ديال الربع من البداية ديالها وفزنا بها، هاد السنة
ما بغوش نلعبوا بعشرة وما بغوش نلعب يتعذبوا، ولكن في نفس الوقت يلعبوا واحد القتالية وواحد الرجولية، لأن المقابل مازال تابعك 90 دقيقة داخل الدار البيضاء. وكما شفنا بأن الوداد ما حسمتش التأهل ديال الناس في النهاية داخل الدار البيضاء، بالعكس حسمتوا ليه. كذلك الأهلي المصري يعني نفس ما ينعكس يسلم ينطبق علينا، لا يغلبوا واقعية، لا حاولوا أننا نخطفوا هدف وعلى الأقل ما تسجلش علينا هدف، ولا تسجل علينا نبقاو واقفين ما نهاروش، لأن مازال تابعها مقابلة أيام بعد أسبوعنا في الدار البيضاء. خاصك تكون على الاقل جيب اقل الاضرار ممكنه، شنو اقل الاضرار؟ هو ما تاخذش لي زافيرتيسمو، ما تاخذش الورقات الحمراء، تكون محافظه على اللعبه ديالك، لحاولوا ان الالتحامات تكون في الواقع، لان غيكون الفار غيكون الجمهور غيكون ضغط وغيكون وما ناخذوش مثلا التحكيم انه من هنا نجيو ناخذوا طونكو واحد الخصم حتى هو كاين معنا، والتحكيم كما بغى يكون كيكون معاك كيكون عليك، ولكن اهم حاجه هو ان هو الحكم كيبغي يخرج المقابله هذه. ودابا مع النقل وكل شيء ما يمكنش تبقى تدوي على هذه الجزئيات الصغيره، اهم حاجه تحضر راسك. لاعبي الوداد عندهم من الخبره ما يكفيهم انهم يدوزوا ديبو ماتش، ان يكون التغطيات من لاعبي المهاجمين يغطيو على المدافعين، وكذلك المقابله ديالهم باسلوب هذه، لان الاهلي المصري ربما نقدر نقول هو ايكيليبري مع الوداد، ايكيليبري مع الوداد خصوصا 50-50 خصوصا مع ان اللاعبين خصوصا سواء ديال الاهلي ولا الوداد كيعرفوا بعضياتهم مع بعض الناس قلال اللي ما لاقين، لان الاهلي المصري بخبراتي والوداد بخبراتي. سياسيا شكرا جزيلا على قبول الدعوه وعلى التوضيحات هذه. عفوا سي حماد، ونتمناو نادي الوداد الرياضي ان شاء الله يفوز بالنهائي ويزيد لقب اخر للخزينه المغربيه والخزينه الوداد الرياضي ان شاء الله، ويكون بادرة خير ان شاء الله من اجل المنتخب الوطني تو السنه المقبله، انه تو يكون عنده واحد البطوله افريقيه باذن الله. شكرا سي ياسين، شكرا متتبعي قناه انفاس بريس على المتابعه، والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.